نروح ان شاء الله للحدث اللي بينتظره كل واحد بيتمنى انه يلبس تيشيرت النادي الاهلي، انه يكون ينضم للنادي الاهلي وناشئ النادي الاهلي وبراعم النادي الاهلي. الخبر المفرح ان شاء الله يوم 25 يوم السبت القادم هتبدا اختبارات النادي الاهلي. ولما بنقول اختبارات النادي الاهلي انا عارف بيكون في اعداد كبيره جدا في النادي الاهلي بمدينه نصر، وبيكون في تحضير واستقبال رائع من كل المسؤولين هناك، بدايه من الكابتن وليد سليمان، كل الاداريين والطاقم الاداري، الكابتن محمد، الكابتن بدر رجب المدير الفني والنائب بتاعه، كابتن محمد شوقي، كابتن احمد ناجي، كابتن تامر حفني، كل الاداريين وكل العمال، وبيكون في استقبال رائع. علشان كده يعني بقول خبر لكل ابنائنا الصغيرين اللي يحب كل واحد فيهم يلبس تيشيرت النادي الاهلي في يوم من الايام. اختبارات النادي الاهلي ان شاء الله هتبتدي يوم السبت القادم 25 باذن الله، وتم فتح الاستمارات من بالامس على فروع النادي الاهلي في فرع الجزيره في مدينه نصر في الشيخ زايد في التجمع الخامس. الاستمارات بتكون متاحه من الساعه 1 ظهرا الى الساعه 6 مساء. نروح نقرب للحدث اكتر، ومعانا على التليفون المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي الكابتن بدر رجب. تحياتي ليك يا كابتن بدر. كابتن اسامه تحياتي ليك وسعيد بوجودي معاك يا حبيبي. جاهزين ان شاء الله لاختبارات يا كابتن بدر؟ ان شاء الله جاهزين الاختبارات والاستقبال للاعبين الجدد ان شاء الله يمثلوا النادي الاهلي، وعلى اتم استعداد، وعملنا حاجات كثيره جدا لاستقبال اللعيبه الجدد اللي ان شاء الله يمثلوا النادي الاهلي فيما هو قادم. اول ما بيتم الاعلان عن اختبارات النادي الاهلي يا كابتن بدر بنشوف اعداد كبيره جدا في كل الايام من كل محافظات مصر في النادي الاهلي مدينه نصر. الاول التنظيم والناحيه التنظيميه، استقبال اللاعبين، استقبال اولياء الامور، كل الكلام ده معمول حسابه طبعا. النادي طبعا يا كابتن اسامه بيبقى على قدم وساق في قصه الاختبارات دي بالتحديد. انت عارف بيجي لك رفود كبيره جدا من اللاعبين ومن اولياء الامور وبيتابعوا الاختبارات، وبالتالي بيبقى فيه موجود من اول العمال والاداريين والمدربين والفنيين المسؤولين عن الاختبارات، بتبقى فيه لجان تنظيميه من اول ما تخش النادي لغايه ما تخرج من النادي، موجود الادوات، موجود الملاعب جاهزه، كل اللعيب ما عليه ان هو يجي يشرف ان شاء الله ويبقى موجود في النادي الاهلي. وان شاء الله بنوعدهم كالعاده في وجود النادي الاهلي ان العداله هي الاساس باختيار اللعيبه وليس الوسائط كما يشاع من قبل. دي رساله مهمه جدا عشان نقطع الطريق على اي حد بيتكلم. ده كابتن بدر بنفسه موجود وعامل لجان في كل الاختبارات وفي كل الايام وفي كل الملاعب، متواجد الكابتن بدر بنفسه وكابتن محمد شوقي وكابتن تامر حفني كمان. عندنا يا كابتن اسامه 8 لجان للاختبارات، في 3 مدربين موجودين عشان يبقوا تملي 2-1 كويس بالنسبه للاعب، وانا والكابتن شوقي والكابتن تامر موجودين جوه الاختبارات مع كل اللجان من اول لجنه لاخر لجنه ممتاز. بنغطيها وكل لعيب وكل مسن بياخد وقته كويس في الاختبارات عشان ما حدش يقول لك ما شافوش وقاعدين بيتكلموا مع بعض غير مسموح من المدرب ان هو غير اللي هو لازم يتابع اللعيبه اللي موجوده في الملعب. حوالي من بوجودنا انا والكابتن شوقي والكابتن تامر يعني اللجنه فيها اعتبر فيها 6 مدربين بيختاروا لاعب يمثل النادي الاهلي، فان شاء الله تبقى كل حاجه ميسره للاعب ان هو يأدي في الملعب. بس عايز اوجه بس رساله يا كابتن اسامه لاولياء الامور، تمام، سيب ابنك يلعب وتاكد ان انت في ايد امينه جدا عليه، ومش عايز تضغط ابنك اثناء الاختبار وانت جايبه عشان يختبر، اعمل وسوي وما تبصيش لحد وجيب جوال. العبره ليس بالاختيارات، بان انت تجيب جوال في معايير احنا بنختار عليها من اول الست سنين لغايه فرقه 2008. تمام. كل سن ليه معايير بنختار عليها. تمام. فمش عايزين نضغط الولد الصغير ده ونشحنه وينزل مضغوط فما يأديش، لا خليه كانه بيلعب جنب البيت. هو مش جاي اختبار، احنا مش جايبينه اختبار. احنا جايبينه ننتقي لعيبه تمثل النادي الاهلي بالتبعيه تمثل منتخب مصر بعد كده. ان شاء الله. كابتن بدر، تم الاعلان عن الاعمار السنيه بدايه من 2008 ل 2019، و2019 ده يعني برضه يعني انت بتتكلم في ولد 5 سنين، هل هيكون مدرك ان الاختبارات وان
يروح يختبر في نادي والكلام ده، ولا انت يعني ايه الفكره من 2019؟ برضو عايز اسمع رايك على الهوا. نمره واحد، احنا عندنا الولد ده في السن ده بيبقى عنده حب للكوره كويس، فبنشجع ان احنا يبقى عندنا لعيبه في السن ده تحب النادي نمره واحد، بتيجي تحب النادي من صغرها وتبقى ولاءها للنادي الاهلي. نمره واحد مكرر، اللعيب اللي عنده سنس بول كيفيه التعامل مع الكوره بس، ده بنختاره وبنجذبه ويبقى من ضمن قلعه النادي الاهلي. اللعيبه كلها اللي موجوده والمدربين الموجودين كل شغلهم الشغل ان هم ينتقوا موهبه للنادي الاهلي او لعيب هيجي منه، لان المواهب انت عارف بتندر في الاعمار السنيه الصغيره شويه، لكن اللعيب اللي هيجي منه احنا بناخده وبنشتغل معاه عشان يبقى لعيب يمثل النادي الاهلي ويمثل المنتخب مصر بعد كده. طب 2019 دول المفروض تجهز لهم البونبونز السنه اللي فاتت، جهزت ولا المدربين هياكلوه منك؟ ما المشكله ان في مدربين يا كابتن اسامه زي كابتن ربيع عبد العزيز كان البونبون بتاع الولاد. كان هو ماسك العلبة. بس هخليه هو اللي ماسك العلبة. فكان البونبوني، فانا السنه دي بقى انا اللي هوزع بنفسي ان شاء الله. بنفسك احسن، تمام. عشان اضمن ان كل واحد خد حقه يعني، سواء في البونبوني او في مده اختبار او في ان هو يبقى ان شاء الله ما يقلقش. تمام. ولد صغير بيحب الكوره، بيحب النادي، جاي عايز يستمتع باليوم ده سواء اختبار او انتقاء، وبالتالي يبقى ماشي حابب النادي الاهلي. ان شاء الله احنا بندور عليه. ان شاء الله هنكون معاكم ان شاء الله في حلقه برضو زي الاختبارات اللي فاتت، وهنسجل كله من ارض الملعب ووقت الاختبارات، وهنغطي الحدث المهم ده باذن الله. تشرف طبعا يا كابتن اسامه على راسنا وقناه النادي الاهلي، دي قناتنا الجميله، وتبقى الناس شايفه الاحداث، الناس قد ايه بتبقى تعبانه جدا علشان تجيب لعيب يمثل النادي الاهلي. الاختبارات دي مش معموله الا ان احنا ننتقي لها بدون اي اغراض بعد كده، مفيش اغراض. احنا غرضنا الاساسي وهدفنا الاساسي في النادي الاهلي ان احنا نختار لعيب يمثل النادي فيما بعد. تمام. انت لما بتتكلم يا كابتن اسامه في 2019 يحيينا ربنا لما يطلع يلعب درجه اولى هنكون موجودين او نكون ودعنا يعني، لكن احنا في الاساس جايين عشان نختار لعيب للنادي الاهلي. تمام. بنبارك لك على بطوله 2003، شفنا كلام كتير فيها وضجيج ومين البطل، ولكن النادي الاهلي وقتها التزم الصمت، النادي الاهلي عارف شغال ازاي، كنا احنا الافضل طوال الموسم. نادي ام بيقدم شكوى في لاعب، والنادي الاهلي تقدم شكوى لاعب بدون ذكر اسماء اللاعبين، اتحاد الكره حفظ الشكوى هنا وهنا واعلن بالامس ان النادي الاهلي بطلا لدوري 2003. كابتن اسامه بتتكلم على فريق متصدر البطوله من اول ماتش لاخر ماتش. حقيقي فريق 2003 متصدر البطوله من اول مباراه لاخر مباراه. والنادي الاهلي ما بيخشش في قضايا خسرانه. احنا ما عندناش وقت للمهاترات وان احنا نخش في جدال احنا مش طرف فيه. احنا من ما بدينا اول السنه لاخر السنه واحنا راكبين الجدول الاول. وانا قلت الكلام ده في المداخله قبل كده، احنا ابطال الجمهوريه، الزعل كان على خساره مباراه وليس الا. وده اللي اتحقق وده اللي موجود بدون اي تدخلات. اتحاد الكوره له الفيصل الاول والاخير في ان يدي الناس حقها، والنادي الاهلي مش هياخد حاجه مش حقه. صدقني عمر النادي الاهلي ما دخل في اي معركه عشان ياخد حق مش حقه، بالعكس احنا ساعات بنتغاضى وبنتساهل في حاجات ممكن لو حاربنا عليها ناخدها، لكن احنا ما بنخشش في محاربه مع حد. كل الانديه احباب بالنسبه لنا، كل القطاعات الناشئين علاقتنا بيهم علاقه جيده جدا. ولكن يبقى الاهلي هو الرمز لمصر والافريقيا ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن بدر، نسبه رضاك عن الموسم المنتهي ايه؟ ما شاء الله، يعني احنا لما بنتكلم على خمس بطولات جمهوريه وكانت بطولات قويه، بطولات دوري ممتاز، النادي الاهلي حصد بطوله 2007، حصد بطوله 2003، فبنتكلم خد بطولتين من الخمسه، بنشوف انبي خد بطوله، بنشوف نادي في يعني مش متذكر مين بقيه الانديه اللي اخذت البطولات، لو معايا الناس في الاعداد تقول لي دلوقتي عشان نقول للكابتن بدر، لكن انا شايفها نسبه جيده للنادي الاهلي وانت بتتكلم على بطولات قويه بالنسبه لبطوله الجمهوريه. خلينا اقول لك كابتن اسامه، احنا ما بنرضاش على ادائنا باي حال من الاحوال. تمام. بنطلع للاحسن. تمام. وده قدر النادي الاهلي، ان انت بطل لما بتخسر بطوله وتبقى زعلان، انك بتربي ناشئ ازاي من صغره يبقى راعي بطوله ويبقى صاحب بطوله عشان يبدا حتى ما يطلع الفريق الاول يعرف يعني ايه بطوله. عشان كده النادي الاهلي عنده روح وعنده قلب بيلعب بيه
عشان يدافع عن مدينه، ندافع عن مدينه وندافع عن مصر، لان زي ما قلت لك ان اغلبيه لعيبه النادي الاهلي بتمثل منتخب مصر، فما بيجي يلعب بيبقى عايز بطوله لانه اتربى عليها من الصغر. الاداء بالنسبه لي اداء مرضي في الفتره اللي انا اشتغلت فيها يعني، ولكن لسه عندنا شغل كتير يا كابتن اسامه هنعمله، وعندنا شغل كتير مستنينا، واحنا قد المسؤوليه اللي دهنا كابتننا كابتن مصر وكابتن العظيم الكابتن محمود الخطيب ولجنه الكوره ومجلس اداره النادي الاهلي، ان شاء الله نبقى عند حسن ظنهم ونعمل اللي يرضي النادي الاهلي، ونعمل بطولات كتيره جدا في الاعوام القادمه للنادي الاهلي، وقبل كل ده نعمل لعيب للفريق الاول، وده الهدف الاسمى والاعلى. وده الاهم. قالوا لي دلوقتي في فريق الاعداد النادي الاهلي اخذ بطولتين، فريق زد اخذ بطوله، وايضا فريق انبي اخذ بطوله. كابتن بدر النادي الوحيد يا كابتن اسامه اللي خدنا بطولتين ومش راضيين ان احنا خدنا بطولتين بس. ما هو ده قدر النادي الاهلي عايز يكتسح كل البطولات. ولا وفي بطولة جاية في السكة إن شاء الله، أوعدك إن في بطولة جاية في السكة. أنا عارف يعني، إن شاء الله بأمر الله. إن شاء الله خليها إيه مفاجأة، وقتها هنعلن عنها إن شاء الله، ونبقى أول برنامج برضو بنعلن عن البطولة الثالثة للنادي الأهلي بإذن الله. في إن أنت تعلن إن شاء الله زي ما أعلنت كده على بطولة 2003. إن شاء الله. ما ينفعش الكابتن بدر يكون موجود معانا وما نسألوش عن المباراة المهمة والمرتقبة يوم السبت القادم. أنا عارف هتبقى أنت مشغول الصبح في الاختبارات وأهمية الاختبارات، وبالليل هتتابع أكيد مباراة الأهلي والترجي. شايف المباراة إزاي كابتن بدر؟ مباراة مهمة، فريق الترجي فريق محترم بتلعب وسط جمهورك، لكن لازم نحترم فريق الترجي بشكل كبير. أكيد يا كابتن أسامة، طبعا النادي الأهلي نادي كبير وسيد أفريقيا وداعمها، ونادي الترجي صاحب أعلى بطولات بعد النادي الأهلي في أفريقيا، فالمباراة هتبقى قوية جدا بين الطرفين، وإن كان النسبة الأكبر إن شاء الله تبقى نادينا بحكم المباراه في ملعبنا وفي وسط جماهيرنا ان شاء الله، وانا عندي ثقه كبيره جدا 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 في لعيبه النادي الاهلي وفي مستوى الكره ان هم يديروا المباراه على اعلى مستوى، وان شاء الله بهنيك بعد المباراه ان النادي الاهلي هيبقى بطل افريقيا بامر الله باذن الله. كابتن بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين من النادي الاهلي، بنشكرك شكرا جزيلا، كانت مداخله مهمه علشان يوضح يعني الاختبارات يوم 25، وبرضه كانت رساله مهمه لاولياء الامور علشان سيب ابنك يتبسط ويلعب براحته، بلاش تعليمات اولياء الامور قبل يعني الاختبارات مباشره.